ما حظى بالبلاد التفكير جديا بإعادة تأهيل مؤسساتها العسكرية. بين مؤيد لإعادة قانون التجنيد الإلزامي ومعارض يقف الشباب الكويتي يترقب جلسة مناقشة القانون الذي لو أقر سيلزمه بالتزامات قد لا يعرف الجيل الجديد عنها الكثير. حسين جمال، الحرة، الكويت. وينضم إلينا من الكويت دكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. أولا أهلا بك معنا سيدي في اليوم على الحرة، وبداية ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة الكويتية إلى إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الكويت هي البلد الخليجي الوحيد اللي طبق التجنيد منذ عام 1978 وأوقف سنة 2001. يعود التجنيد أو قانون الخدمة الوطنية باسمه الجديد لأسباب عديدة، يمكن أنه لم يلغى أصلا، فهو يعود لأنه أوقف حتى تتم بعض التعديلات عليه التي ذكرتها في التقرير، ومنها مسألة التخصص رواتب المجندين وتقصير مدة الخدمة. يعود أيضا لتعزيز الوحدة الوطنية، فما يخفى عليكم أن المؤسسات العسكرية في كل العالم هي البوتقة التي تذوب فيها الفروقات، وفيها يتوحد التوجه من يخدمون في العسكرية إلى أن الأولويات هي الله ثم الوطن ثم الأمير، فهي تخلق جيل يعي معنى الوطنية وتذويب الفوارق بين فئات المجتمع. طيب دكتور، يعني القرار يعني تزامن مع إعلان صفقة تسلح في الكويت والسعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمالات توجيه، طبعا الحديث عن احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران بسبب مفاعلها النووي. كيف تقرأ تزامن هذا مع هذا؟ حقيقة أن الكثيرون أخطأوا في قراءة ماذا تعني 123 مليار، يعني هناك الكثير قرأها من عدة أوجه، وكان من ضمنها أيضا عودة التجنيد بسبب ضخامة هذه الصفقة. أود أن أشير أن مكتب أبحاث الكونغرس أقر منذ 2006 هذه الصفقة بعد أن اقتنعت الحكومة الأمريكية بأن تواجد القوات الأمريكية في المنطقة أدى إلى نتائج سلبية، فمن الأفضل هو الدفاع الذاتي من قبل أهل هذه المنطقة بالسلاح الأمريكي لا بأس، لكن بدل التواجد. هذه من ناحية أخرى، الجاهزية العسكرية لهذه الدول لا تعني شراء السلاح فقط، هي تعني أيضا جاهزية الأفراد أو الرجل المقاتل التي يجب أن يسد الثغرات فيها نظام التجنيد. ثالثا، أن نظام التجنيد لن يكون كافيا لإدارة هذه الأسلحة، كما أن هؤلاء المجندين لن يكونوا بالضرورة من سيدير هذه الأسلحة الجديدة، فأعتقد ربط الموضوعين مع بعض ليس بذلك القوة. أعتقد أن نظام التجنيد موجود منذ زمن، وقف لأسباب زالت هذه الأسباب وصار القانون جاهزا للتنفيذ حاليا. أزمة في البطالة خصوصا بين الشباب، هل تعتقد بأن قرار كهذا من شأنه أن يوفر فرص حرفية ومهنية لهذه الشريحة، والتي في النهاية قد تساعد بحل مشكلة البطالة؟ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ذكر أن البطالة في الكويت 3.6%، يعني 15,000 مواطن، وهي بطالة اختيارية، بمعنى أن الأعمال تعرض على الوظائف تعرض على الكثير من الباحثين عن العمل، لكنهم يرفضونها بحثا عن فرص أحسن.
هذا واحد. بالنسبة للبطالة، بالنسبة للتدريب المهني، معهد الكويت للتعليم التطبيقي والتدريب لا يرد أحد، يعني لا يرد من يحمل الشهادة المتدنية متوسطة أو ابتدائية، ولا يرد من يحمل الثانوية أو أعلى منها. فأماكن التدريب كثيرة. لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية هي من سيحل هذه الأزمة نتيجة البطالة أو نتيجة نقص التدريب المهني. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور ظافر العجمي، مدير تنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج والخبير في الشؤون الخليجية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الكويت. من بيروت